يوم 17 ديسمبر كان اتصال هاتفي من طرف صالح البوعزيزي وهو خال المتوفي محمد البوعزيزي، وهو يعني من الذين قمت بتسجيل انتهاك لعائلة البوعزيزي منذ شهر جوان 2010، يعني منذ 6 أشهر قبل يعني حرق البوعزيزي لنفسه، لأنهم يعني اغتصبوا أرضهم، اغتصبوا حوالي 20 هكتار تملكها أمه وخاله وجده، وهذه العائلة يعني افتكت منها أرض بحوالي 20 هكتار، ولذلك انتفضت من هذا الشهر، من شهر جوان، إلى حدود حرق البوعزيزي لنفسه، وهذا ما لا يعلمه الرأي العام، وهي حقيقة. أنا دائما احترق حين أعلم أن هذا كان سببا رئيسيا في جعل البوعزيزي يحرق نفسه، وجعل هذه العائلة عائلة متمردة، لأنه حدث لها يعني أشياء من الانتهاكات والقمع وافتكاك الأرض والتفليس، يعني ومحاولة محاصرة هذه العائلة، وافتكت أرضهم من طرف البنك الفلاحي باعتبار أنهم لم يقوموا بخلاص إحدى المفاصل للقرض. فأنا كنت داعمهم، حتى أني مرة في شهر جويليا ذهبت إلى والي سيدي بوزيد، واقتحمنا أنا والأستاذة إيمان الطريقي المحاوية مقر ولاية سيدي بوزيد، وقد انتهكنا حرمة الولاية، لأن اقتحمنا المقر بتدافع حقيقي، والمناضلين السياسيين والحقوقيين في سيدي بوزيد يعلمون جيدا أننا، أنا وإيمان، من اقتحمنا الولاية بعنف، وحتى أننا من يعني شتمنا الوالي أمام أهالي سيدي بوزيد، كلهم كانوا ينظرون كيف يمكن لرجل وامرأة أن يشتموا والي سيدي بوزيد. كان والي سيدي بوزيد يخشانا لأننا اقتحمنا الولاية، كيف يمكن أن يفتك أرض هؤلاء؟ وليست هي الأرض الوحيدة التي افتكت، أرض أيضا بعض العائلات الأخرى، وكنا من حملنا هذه القضية إلى الرأي العام. وادخلوا على الانترنت، ادخلوا على هذه المواقع، وستجدون هذه الشهادة التي كتبت في التاريخ ولا يمكن نسفها. حتى أني حين سجلت مع جد البوعزيزي بو أمه، قلت له إن استمروا وافتكوا لك أرضك نهائيا، فقال سأحرق نفسي، سأقتل نفسي، ثم أشار بيدي هذا، لا قل لي مش نفكوا لك أرضك، ما يفكوا لي أرضي، نقتل روحي. هذه الحالة هي عادت بي حين احترق البوعزيزي، عادت بي قهقرة إلى تاريخ ماضي، كيف أن جد هذا يعني يثور في فرضية افتكاك أرضه نهائيا. فأنا علمت بعدها أن ابن ابنته قد حرق نفسه. كلمني خاله، وكلمني علي البوعزيزي أحد أقاربه، فقلت أنا قادم. مباشرة أتتني أمن الدولة أمام منزلي، بعدما اكتشفوا أني أحمل أدباش التصوير، الكاميرا ووسائلي كلها، انتظروا حتى أخرج. مباشرة هجموا علي ثلاثتهم، زوجتي وابنتي فهموا الأمر، لأني حين اكتشفت أنهم أمام المنزل ناديت زوجتي وابنتي، وقد وقع الاعتداء علينا الثلاث، وافتكوا كاميرا، وكان عندي ستيلو كاميرا كان هنا، وأيضا افتكوه. ومن حينها يومها قلت سأحرقكم جميعا، وهذا يومكم، لأن هذا المواطن الذي حرق نفسه سأجعل من قضيته قضية مركزية. مباشرة كلمت صالح البوعزيزي، قلت له صوروا لي أي شيء يثبت أي حراك في سيدي بوزيد، فصوروا لي لقطة، وكانت بتنسيق مع علي البوعزيزي ابن عم يعني من أقارب محمد، ووضعتها في البروفيل، واتصلت بنور الدين العويديدي بالجزيرة التي اتصلت بها هاتفيا، ولكني يومها قلت لهم أن الأحداث يعلم بها
علي البوعزيزي، فأعطيتهم تليفون علي البوعزيزي ولكنهم لم يجدوه. فكان الاتصال بي الأول، ولكن في آخر لحظة أنا هاتفت علي البوعزيزي فقلت له ليش الجزيرة اتصلت بيك وما وجدتكش؟ فكان قال لي كلمة واحدة، قال لي أنا كنت أصلي إن أردت أنك ما تتدخلش، وكنت قلت على الخط ما تتدخلش أنت وقول لهم يتصلوا. فأنا اتصلت بنور الدين، كنت على الخط، قلت له اتصلوا بعلي هو اللي يعطيكم الأحداث الكل. كان الأمر بسيط يعني، في الأول لم تكن ثورة ولم يكن يعتقد أحد أنها ستكون ثورة، ولكن هذا التنسيق الأول. ثم اليوم الثاني وقعت أحداث ومسيرات، وأنا خرجت هذه اللقطات الثانية والثالثة والرابعة، وتراكم الأمر، وكان يعلم البوليس السياسي من يخرج هذه اللقطات عبر الفيسبوك، وكانت الجزيرة تأخذ يوميا من موقع مختلف حتى لا يمنعنا النظام، لأنه كل ما يوجد لقطة أو تسجيل في بروفيل يقطع هذا البروفيل، ولكن كنا نحن نوزع هذه البروفيلات يوما بعد يوم.